ارتجت الأرض تحت أقدامهم لأربعين ثانية، ثوان كفيلة بزرع خوف في النفوس يعيش لسنوات، وهزاته الارتدادية تخلق موجة من الاضطراب والقلق لدى الكبير والصغير. صدمة ورعب في كل مكان، دمار وفقدان مضني لبعض أفراد الأسرة أو لجميعهم. المنزل مخزن الذكريات سحق، والحارة دمرت، والأسوأ أن الصدمة قد تتكرر، فعدد الهزات التي وقعت بعد الزلزال الكبير فاقت 684 هزة ارتدادية، حيث تعرضت تركيا في يوم واحد لـ70 هزة أرضية. فكيف يمكن للإنسان أن يخرج من هذه المحنة؟ الكوارث الطبيعية تخلق ردات فعل متطرفة على الصعيدين الجسدي والنفسي. الاضطراب قد يحدث بشكل مباشر أو بعد مرور فترة قد تتراوح بين أسابيع وسنوات. الأعراض تكون واضحة كالتلعثم في الكلام، الخوف عند سماع صوت مرتفع مفاجئ، ورعشة في اليدين، بالإضافة إلى كوابيس اليقظة حيث يستمر صوت الدمار داخل المسامع إلى فترة طويلة. الأشخاص الذين تضرروا من الزلزال يحتاجون فترة من الزمن حتى يستوعبوا كم الدمار الهائل الذي أصابهم. بعدها يجب التعايش مع الفقدان، والعلاج النفسي هو الحل الأمثل والوحيد عند انعدام القدرة على قيام المتضرر بذلك. فبالرغم من أنها صدمة جماعية ويجب رعاية كل الضحايا بشكل حساس، إلا أن تأثر الصدمة وحجمها يختلف حسب كل فرد.